ده سيد دندراوي وشهرته سيد الأبيض، أشيك قسطة تاكسي أبيض اللي بيركب معه مرة بياخد نمرته ويتصل بيه على طول. بيطلع من نجمة 5:30 الصبح ياخد الدكتور أمير صيدلي في 57357، يبدأ شغله في الصيدلية الإكلينيكية 6 الصبح علشان ما يأخرش علاج الأطفال. بعدها لسطى سيد بيفطر على عربية الفول. في نفس الوقت كان دكاترة 57357 بينشروا الورقة البحثية رقم 54 اللي بتحمل اسم 57. ولما وصل سيد أنيسة داليا لمصر الجديدة كان وزير داخليتنا ومع الشيخ سيف بن زايد وزير داخلية الإمارات بيزوروا 57357. ولما لسطى سيد قعد ياخد 51 على القهوة كان نادي الزمالك اللي على صدره لوجو 57 بيجيب الجون اللي فرح كل الزملكاوية. في نفس الوقت كانت يافطة إهداء من طلبة الكلية الحربية مصنع رجال مصر بتتعلق على المبنى اللي اتبرعوا له في 57. وآخر الليل وبعد ميعاد مشيهم بساعتين كان الدكتور أمير وزمايله لسه ما سابوش الصيدلية الإكلينيكية في 57 مستنيين عينات جاية من فرع طنطا. بعدها طلع سيد الأبيض بالدكتور أمير على بيته. ساعات وساعات من الشغل، الجهد، العرق، بحب وإخلاص في 57 علشان ربنا يكرمنا في أولادنا كلهم بالشفاء بإذن الله. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.